بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام عبر شاشات قناة الريان الفضائية، ومن هنا من على أرضية ميدان البصير في أولى انطلاقات هذا السباق المحلي الخامس، مع انطلاقات فئة الحقائق من مسافة 4 كيلومترات، وهي المسافة الرسمية لهذا السن. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. انطلق وعلى بركة الله وحفظه ثالث الأشواط وثالث التحديات. هذا الشوط مخصص لفئة الحقائق الابكار، والبداية مباشرة والصدارة مع اندفاعة المسك بشعار السيد فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم، يتقدم مع المسك على المركز الأول. ننتقل للمركز الثاني، نشوف نتابع اللي على المركز الثاني. جلمودة بشعار السيد سعود بن عبد العزيز بن سالم بن شنان يتقدم مع جلمودة على المركز الثاني، بينما الانتقالة إلى ثالث المراكز وثالث الواصلين هذه خطة بشعار السيد محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري مع خطة على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع وصلت وانطلقت دوامة بشعار السيد مسعود بن راشد بن حمد بن مسعود العذبي مع دوامة على مستوى المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس هذه حربة بشعار السيد سعيد بن مبارك بن محمد الفهيدة المري. هذه إذن الخمسة المراكز المتقدمة الأولى في ختام ندائنا الأول، ونعود مباشرة إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول وإلى هذه الاندفاعة التي تحمل لنا جلمودة وشعار جلمودة. سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري يقدم جلمودة في هذا الشوط وهذا الانطلاق. المركز الثاني، المركز الثاني الملاحقة والاندفاعة مع المسك فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم. المري ينطلق مع المسك على مستوى المركز الثاني، غيرت للصدارة، شتان ما بين هذه وتلك، ما بين المسك وما بين جلمودة اللي على المركزين الأول والثاني، وابتعدت عن بقية الأسماء وبقية الشعارات. نشوف المركز الثالث، نشوف الوصول من ثالث المراكز من قبل مهرة نايف بن صلاح بن مصلح السهلي قادم مع مهرة على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع عندك يا راعي خطة مع اندفاعة شعار السيد محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة البريدي. والمركز الخامس، المركز الخامس وصول جديد من قبل دوامة مسعود بن راشد بن حمد بن مسعود العذبي، يتقدم مع دوامة على مستوى المركز الخامس. هذا هو النداء الثاني، أتممناه على حضراتكم، والعودة إلى الصدارة مع اقترابنا من افتتاح الكيلومتر الأخير، العودة إلى المقدمة وإلى الصدارة التي تحمل لنا شعار بن سلعان مع انطلاقة المسك فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم. يقدم المسك في هذا الشوط في هذه الانطلاقة الصباحية. المركز الثاني دير بالك، هذا فرصدها نقطة، هذه اللي واصلة، هذه بشعار الحربي تتقدم مهرة وصاحبة أيضا سيارة. يا سلام يا سلام، في رصيدها سيارة في مهرجان تسعيرة هجن الشحانية. ينطلق شعار السيد نايف بن صلاح بن مصلح السهلي مع المركز الثاني. الكيلومتر الأخير، أهالي الصويدرة مع مهرة غيرت إلى الصدارة وإلى المركز الأول بهذا الانطلاق. صاحبة سيارة في مهرجان تسعيرة هجن الشحانية تنطلق مهرة في المركز الأول، صاحبة نقطتين تبحث عن الهاتريك على أرضية ميدان البصير. المركز الثاني، المركز الثاني عندك يراعي المسك، يراعي المسك من تنطلق بشعار السيد فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم. والمركز الثالث، المركز الثالث القادمة، القادمة جلمودة سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. المركز الرابع، الرابع هذه أيضا بشعار العذبي اللي على المركز الرابع، تتقدم دوامة مسعود بن راشد بن حمد بن مسعود العذبي، ولكن العودة إلى الصدارة. يبدو لي بأن الأمور قد انحسمت مع انطلاقة مع اندفاعة مهرة، من تنطلق مثل المهار، تنطلق مهرة نايف بن صلاح بن مصلح
اسهلي في رصيدها سيارة، في رصيدها سيارة في مهرجان تسعيرة هجن الشحانية، وهذه تواصل العطاء، تواصل العطاء، تواصل أيضا حدو الإنجازات، إنجاز تلو إنجاز، وأيضا عصاتها في بطانها، انطلقت مهرة، انطلقت مهرة، بدأت بأداء العروض المميزة والجميلة. سلام، سلامي والله على هذا الأداء، سلام يا راعي مهرة، سلام على هذا الأداء، والسلامات تذهب إلى أبناء المملكة العربية السعودية وأبناء سويدرا بالتحديد، تهانينا والناموس على فوزها وانتزاعها للمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني الفائزة فيصل بن فهد بن علي بن سعيد بن سفران. المركز الثالث جلمودة بشعار السيد سعود بن عبد العزيز بن سالم المر. المركز الرابع مزنة بشعار السيد عبد الرحمن بن سالم بن صالح بن حمد المغيري. والمركز الخامس كان من نصيب المسك بشعار السيد فهيد بن محمد بن سعيد الحنيت. ما التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام للحظات وصول مهرة وانتزاعها للمركز الأول؟ قطعت مسافة الأربعة كيلومترات في 6 دقائق 4 ثواني 64 جزء من الثانية، وبذلك إذن كان هذا توقيت مهرة. تهانينا والناموس لمالكها نايف بن صلاح بن مصلح السهلي.